أنتم الآن في هذا العصر ونحن ينبغي أن نطبق كلام النبي على الواقع. اليوم أنتم في أسباب تواصل أو ما تسموها بشبكات التواصل أو غيرها من الأسباب الموجودة بين أيديكم، وتجدوا أنها الآن تنشر الكلمة الواحدة تبلغ الآفاق، كما قال النبي أنه في آخر الزمان تبلغ الكذبة إلى الآفاق، تنتقل عبر الأقمار الصناعية إلى كل مكان، فيكون الإثم على الأول، ثم كل من أوصلها إلى الآخرين دخل في الإثم. ولذلك ينبغي المسلم أن يتحرى الصدق. أنا ما أقول لك لا تنقل، لكن لا تستعجل في النقل حتى تتأكد، فإن كثير من النقل قد يدخل في هذا المعنى فيصبح بعد ذلك وسيلتك التي بيدك كالجوال أو غيرها وسيلة من وسائل الفسق، فوق ما فيها من الأمور المتعلقة بالسلبيات الأخرى. مجرد نقل الكلام والكتابة تدخل في الفسق، لو دخلنا في مسائل أخرى متعلقة بالصور وغيرها وغيرها لوجدنا الأمر أكبر وأعم.